السلام عليكم، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج العاشرة، ونخصص للحديث عن الهجوم على قاعدة طمنهنت الجوية وتداعياته على الملف الأمني في الجنوب. فما خلفية ما يحدث بمنطقة طمنهنت من اشتباكات وقصف بالطيران الحربي؟ وما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للسيطرة على قاعدة طمنهنت؟ من المستفيد من تجدد الصراع بالجنوب في هذا الوقت بالذات؟ وما مدى تأثير هذا التوتر على جهود المصالحة الشاملة في المنطقة الجنوبية؟ نطرح هذه الأسئلة وغيرها على ضيوفنا في عاشرة الليلة عبر الهاتف من سبا الناطق باسم مجلس حكماء سبا حسن الرقيق، وعبر الأقمار الاصطناعية من مساط الخبير العسكري نوري الصلابي، عبر الهاتف من مساط الإعلامي محمد جليوان. وقبل أن نبدأ النقاش مع ضيوفنا نتابع هذا التقرير. الطيران التابع لعملية الكرامة يغير على قاعدة طمنهنت الجوية، فرغم أن الغارات لم تسجل أضرارا بشرية أو مادية إلا أنها تنبئ بتصعيد محتمل في المنطقة. آمر القوة الثالثة جمال التريكي أوضح لقناة ليبيا كل الأحرار أن الطيران الذي قصف المنطقة أقلع من قاعدة براك الشاطئ الجوية التي تتمركز فيها قوة تابعة لبن نايل، مشيرا إلى أن القوة الثالثة أعلنت حالة الاستنفار تحسبا لأي طائرة. في السياق نفسه قال مصدر عسكري إن اشتباكات اندلعت صباح الأربعاء في محيط منطقة طمنهنت بين القوة الثالثة وقوات بن نايل دون وقوع جرحى أو قتلى في صفوف القوة. وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته أن القوة الثالثة تحافظ على جميع تمركزاتها، مشيرا إلى أن القوة التابعة لبن نايل شنت عدة غارات على المنطقة بالأسلحة الثقيلة استهدفت إحداها المطار المدني. وكانت قوات بن نايل التابعة لعملية الكرامة قد سيطرت في ديسمبر الماضي على قاعدة براك الشاطئ الجوية دون اشتباكات، وذلك خلفا للقوة الثالثة التي ظلت تؤمن القاعدة منذ سنة 2014. ويندرج التحرك العسكري الأخير في إطار ما أسماه الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري بعملية تحرير قاعدة طمنهنت التي تبعد 30 كيلومترا شمال مدينة سبها، فيما رأى مراقبون أن توقف الدعم المقدم للقوة الثالثة في الجنوب أدى إلى إضعافها وقلل من قدرتها على ضبط الأمن في المنطقة. هذا معك سيد رقيق، يعني هل من المستجدات بخصوص ما يحدث في قاعدة طمنهنت الجوية من تصعيد؟ الحمد لله وصلي وسلم على رسول الله، حيك وحيي كل ضيوف الكرام وحيي كل زملائك والعاملين والمشاهدين. منذ الصباح عند الساعة 10 إلى ربع أو 9:30 كان في غارات طيران اللي أقلعت من قاعدة براك العسكرية وضربت خارج قاعدة طمنهنت البوابة الخارجية، وكانت بارتفاع عالي جدا، ثم دخلت إلى المدينة بارتفاع منخفض أثناء وقت فطور صباحي للتلاميذ، مما سبب ذلك في إرهاب للتلاميذ وخروج بعض التلاميذ من المدارس خوفا من الهلع الذي كان بانخفاض طيران بصورة غير طبيعية، وخاصة من هذه الطائرات القديمة التي عمرها أكثر من 50 عام قد تسقط في أي لحظة بأي خلل فني وتكون كارثة. المساء تجددت بعض الاشتباكات هنا وهناك، لكن هو توفر فيها أحد الشباب من أحد الكتائب الموجودة في قاعدة طمنهنت وجرح فيها آخرين، أما الطرف الآخر فيبدو لي أنهم ليس لهم أي خسائر، إن هناك حسب ما يدعونهم حسب ما يقولون هناك غارة من طيران غير تم غار على قاعدة براك الشاطئ في هذا المساء. هذا كل ما موجود الآن الوقت الحالي، الظروف في هدوء، كل المناطق في هدوء، ونسأل الله عز وجل أن يستمر هذا الهدوء ونصل إلى حلحلة هذا الموضوع دون حرب. نعم. طيب، يعني هل هناك أسباب منطقية لهذه الاشتباكات وفي هذا الوقت بالذات سيد رقي؟ والله الأسباب ما نحن تحدثنا عليه من قبل، أسباب منذ تسليم قاعدة براك الشاطئ، وهي الأسباب سال لعاب كثير من الناس وكثير من هو يقول أني عسكري لأخذ منطقة أخرى أو قاعدة أخرى حسب التعليمات التي تصدر إليهم من يتبعون.
هذه هي الأسباب الأولى. وأنا أظن للأسف الشديد أن الأسباب ارتخاء أمر القوى الثالثة وطيبته، ويعني عمل بما يسمى بنظرية احتواء الجميع، وهذه النظرية لا تنفع عندما تكون أنت لم تسيطر إلا على أشياء بسيطة، لكن تنفع عندما تكون تسيطر أنت الأقوى وتسيطر على كل شيء. لكن الآن لا تملك إلا قاعدة تمننت ومقر الشرطة العسكرية ومقر السيف المدني وتتعامل بنظرية احتواء الجميع، هذه نظرية دائما تكون الخسارة فيها نسبتها فيها 90% أو 95%. نعم. طيب سيد قليوان، إذن ما خلفية ما يحدث اليوم بمنطقة أتمنهنت من اشتباكات وقصف طيران الحرب من وجهة نظرك؟ السلام عليكم. عليكم السلام. أنا في البداية أريد أن أوضح طبعا تسمية قاعدة أتمنهنت هي ليست قاعدة، حتى في النظام السابق لم تكن قاعدة، هي معبد صغير، وكان في النظام السابق يتم تركيب تجميع بعض الطائرات اللي هي 39 وسمركات، يعني ليس لها أي تأثير عسكري أو لم تشتغل كقاعدة عسكرية. ومن بعد عندما قفل المطار 7 اقترح السيد جمال التريكي أن يبت في موضوع أن يتم المطار يكون مطار مدني في تمنهنت، ووافقت عليه مجلس البلد في 7 وتم تجراته وتم تسليمه إلى مطار إلى مصحف الطائرة المدني. أنا أستغرب استهداف مطار مدني في 7 هو المطار الوحيد الذي يشتغل ويتم نقل المرضى من خلاله، يعني استهدافه هو هدف واحد بالأخير، ربما أهل الجنوب لا يعرفون، حتى يريد أن يكون له موطن قدم في الجنوب حتى يستطيع ضرب الجفرة وضرب مصراتة وضرب كل هذه، وهذه ليست غريبة عنه لأنه هو استغل كل المطارات الموجودة كمطار حق البريكا ورأس أنوف، هذه المطارات لم حتى دوليا ممنوع انك تصنع منها طائره حربيه او انك تحمل دخائر فيها، لان هي اذا اشتعلت هذه الدخائر ستدمر مدينه كامله، لان تمنهنت مساكن قريبه من القاعده. الان انا استغرب في اهل الجنوب، المطار ما دخل المطار بالقوه الثالثه، المطار هذا القوه الثالثه هي تحمي في المطار من الخارج، يعني لم تسبب اي مشكله لاهلنا في الجنوب. انا اعتقد السلبيه الموجوده في الجنوب هي التي جعلت بالنهايه تتطور عن القوه. أما ردا على السيد حسن الرقيق عندما قال ضعفت القوة التالتة، هي القوة التالتة عندما حضرت إلى 7 حضرت على أنها تريد أن تحل المشكلة بين قبيلة وقبيلة، وكان هناك بعض الأزلام يقومون بالاعتداء على بعض منذ 17 فبراير، ومن بعد فكرت القوة التالتة أن تطول هذه القوة وينضم على الجنوب بالكامل ومن كل القبائل وتصبح جيش لحم حدودنا على البرية في الجنوب، ولكن المشاكل القرنية هي التي لم تشعل سيد جمال التركي يوفق في ضم أهلنا في الجنوب حتى يصبحوا جيش واحد ويكونوا جيوش، لكن القوة الثالثة لا يوجد دعم مادي لها. الشباب أنت تعرف أكثر من 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 حوالي 25 أو 30 شخص من القوة الثالثة تم قتلهم في اللوت، لم تخرج الحكومة وتستنكر هذا الهجوم. الآن قاعدة مطار تمنهنت يستهدف من بن نايل، والسيد السراج والسيد لغوان والسيد التلي لم يتحدثوا حتى كلمة عليها. كيف تريد جمال التركي أن يقاوم هذه السلبيات الموجودة في الجنوب حتى يستطيع أن يشتغل؟ طيب ولكن سيد قليوان، يعني سيد رقيق أشار إلى نقطة، وهي أن القوة الثالثة حاولت احتواء كل من يتواجد في المنطقة الجنوبية، ولكن يعني انتهاء بما أشار إليه السيد رقيق أن هذا يقود إلى الفشل، يعني بنسبة 90% كما أشار. لا سيد، أنا أقول لك حاجة، أنا مهدى من الجنوب، أريد أن أحمي كل شخص، أنا أريد أن أحمي المرأة التي كانت مع النظام السابق ولا النظام الحديث ولا غيره. أنا لم أذهب لسبب لأقتل، أنا ذهبت لسبب لأهم. أنا ما أعتقد أن جمال التركي ما قام به كان من المتوقع أن ينجح، إذا كان هناك فيه خبائل وهناك فيه مشايخ وجلوس ومصالحة، لكن هذا موجود المصالحة ولم تنجح المصالحة في الجنوب، هذا ما سبب في إرباك على الجنوب، وأصبحت الكثير ينضم إلى الكرامة وهو موالي لنظام القذافي. إذا هو يحارب، أنا متأكد أنه عندما ينجح، إذا كان نجح نظام القذافي في العودة، أول من سيقتل هو حفتر. نعم. طيب إذن سيد صلابي، إذن
كيف تقيم تجدد التوتر الأمني بالجنوب وتأكيد مدير المكتب الإعلامي التابع للقوات أو لقوات عملية الكرامة في المنطقة الجنوبية محمد الفيرس استمرار الاشتباكات واقتحام قاعدة تتمنهنت من 4 محاور كما أشار؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، نحييكم ونحيي قناة ليبيا لكل الأحرار ونحيي الضيوف الكرام. طبعا عملية الكرامة في يعني في كل مرة تحاول إيهام الليبيين وإيهام العالم بأن لديها قوة ضاربة وقوة عسكرية تستطيع أن تسيطر على مناطق واسعة من ليبيا، وأنها هي القوة الكبرى في ليبيا، وهي عبارة عن ادعاءات وأكاذيب. طبعا وجودهم منذ مدة في قاعدة براك الشاطي، تلقوا الإمدادات، كانت هناك طائرات تأتيهم من الخارج تحمل الأسلحة والذخائر. طبعا القوة المادية لديهم كثيرة وكبيرة جدا، ودعم من كل الدول التي تدعمهم، يعني تصل الطائرات من الإمارات ومن روسيا ومن غيرها، وعند يعني ولكن القوة البشرية لا توجد عندهم، عبارة عن مجموعات وفلول من كتائب الطاغية في السابق جندوها لأنها على استعداد للانتقام وعلى استعداد للثأر من الثوار، فاستغلوا هذه المجموعات في مدة سابقة، يعني منذ سنة 2014 دخلت هذه المجموعات المسلحة بقيادة بن نايل إلى قاعدة تمن هنت التي هي مركز لعمرة الطائرات، وكان في ذلك الوقت لدينا 6 طائرات تابعة للكلية الجوية، تقوم شركة صربية بإتمام عملية عمرة هذه الطائرات، وهي على وشك الانتهاء منها ويعني القيام بطيرانها وثم تدريب يعني تدريب الطلبة والضباط عليها في الكلية الجوية، ولكن هذه العملية أفشلت هذا البرنامج، برنامج الشركة وبرنامج إعادة تأهيل هذه الطائرات، وغادرت الشركة بعد أن اعتقل بعض من عمالها ومن مهندسيها، واعتقل بعض العسكريين. فتدخلت في ذلك الوقت الحكومة الليبية الشرعية في ذلك الوقت وطلبت من القوة الثالثة القيام بعملها بواجباتها لتحرير منطقة تمن هنت، وفعلا قامت هذه القوات في ساعات بتحرير الجنوب بالكامل، وأخيرا القبض على بن نايل وإيداعه السجن، ولكن طبعا لظروف اجتماعية وظروف قبلية وغيرها تم إطلاق سراح هذا الرجل، والذي هو ضابط قد يعني يعتبر في سن التقاعد أو في سن الشيخوخة، يعني لا ينبغي له الاستمرار في الخدمة مثله ومثل الكثير من العسكريين الذين انتهت خدمتهم، ولكن مع هذا هو مصر على زيارة الفتن وزيارة سفك الدماء وإشعال نار الفتنة في الجنوب، بالرغم من أن القوة الثالثة كل أهالي الجنوب يرحبون بها بتواجدها، هي من وفرت لهم الأمن، هي من حمت. طيب يعني في إطار ذلك يعني سيد السيد الصلابي، نعم، في إطار ذلك ما هي الأهمية الاستراتيجية والعسكرية للسيطرة على قاعدة تتمن هنت الآن؟ يعني ما يحدث الآن، ما هي الأهمية الاستراتيجية لكل هذه الأعمال؟ هي في الواقع يعني القاعدة عندهم قاعدة براك، واستعملوها اليوم في قصف تمن هنت، لكن الهدف هو القوة الموجودة، يعني القوة الموجودة الآن في قاعدة تمن هنت، هذه طبعا هي التي تزعجهم، وهي التي تقف يعني حاجزا في طريق تنفيذهم لمخططهم في السيطرة على الجنوب بالكامل وقهر أهله والتنكيل بالثوار في الجنوب وغيرها، لذلك هم ليس هدفهم بالدرجة الأولى السيطرة على هذا المطار، ولكن الهدف هو يعني التضييق على القوة الثالثة ومحاولة يعني إلحاق أكبر قدر من الخسائر بها، أو محاولة الانتصار عليها أو تحقيق أي يعني انتصار ولو مؤقتا، حتى يعني معنويا يعيد إليهم الثقة ويعتبرونهم فعلا جيش وطني، جيش قوات. طيب قوات يعني ألم يكن هذا المخطط واضح من البداية سيد الصلابي،
منذ دخول هذه القوة التابعة لبن نايل إلى برك الشاطي، ويعني استلامها بدون أي قتال، ويعني ألم يكن هذا المخطط واضح للقوة الثالثة أو لغيرها من القوى الموجودة في المنطقة؟ نعم هذا صحيح. يعني القوة الثالثة يعني لم تخوض أول معركة مع هذه القوات التي هي عبارة عن عصابات في الواقع، ولكن يعني أهالي الجنوب حاولوا يعني التوسط وحاولوا يعني القيام بعمل لغرض يعني إيقاف أي معارك وأي سفك دماء في المنطقة الجنوبية، لأنه ليس في مصلحتهم ولا مصلحة أحد أن تشتعل الحرب وأن تسفك الأرواح وأن تدمر المدن. أهالي الجنوب طلبوا من القوة الثالثة أن تتريث وأنهم سيتدخلوا، ولكن هذا الشخص ليس له ميثاق. هو تعهد عندما تم إطلاق سراحه من مصراته بعدم القيام بأي أعمال، وأن يركن إلى الهدوء ويبقى في مكانه دون القيام بأي عمليات، ولكنه أخلف عهوده. لذلك حتى أهالي المنطقة يجب أن يكونوا في الصورة، ويجب أن يتدخلوا دائما لإيقاف مثل هذه الأعمال وهذه العمليات، وأن يؤيدوا في النهاية القوة الثالثة إذا لم يرضخ هذا الشخص وقواته إلى مطالبهم وتعهداتهم. طيب أعود إليك سيد ركيك، وأنت من سبأ تحدثنا، يعني ما موقفكم في مجلس حكماء سبها مما يجري شمال المدينة من تصعيد عسكري؟ إحنا موقفنا واضح وبياناتنا واضحة ومذكراتنا واضحة، نرفض الحرب، نريد أن نعيش في سلام، يكفينا ما فينا. أي جنوب نتحدث عنه نحن اليوم؟ أنا لا أعرف الجنوب أقسم، ولكن لا أعرف الجنوب بعقاء الشعب، هذا واضح. ما أنا شخصيا لا أعرف عن مثله الشخصي، لأني لن أترجل في يوم من الأيام أو أخرج بعد قاعة الشعب من أكثر من 2014. هذه واحدة. الناحية الثانية نحن بياناتنا واضحة، في نفس الوقت هناك من يسمي نفسه أعيان وشورى سبها جسم آخر، وصدر بيان والتقوا مجموعة لا بأس بها وصدروا بيان، بل التأم منهم بعض جماعة الجنوب وصدر بيان بأن الكل تخرج القوة الثالثة ويخرج سيد بن نايل القوات. لكن نحن كان بياننا واضح، نحن لا نعترف إلا بالقوة التي تتبع شرعية الدولة المتمثلة في تلك الشرعية التي اعترف بها العالم جميعا. نحن لا يمكن نغرد خارج السرب، نحن عقلاء حكماء، فينا من له من رجعة العقل ما فينا، ولكن هذه من ناحية نحن نتبع ونعترف ونطالب بمن يكون له تبعية وتفويض شرعي من الحكومة الشرعية، سواء كان في بجسمها، سواء كان الآن متناحرين أو غير ذلك، تشريع متمثل مجلس النواب وتنفيذ متمثل مجلس الرئاسي وحكومته، بحيث والذي نحن نتعامل معه ونرفض أن يدخل عليه جسم، هو الذي يتبع وزارة الدفاع في حكومة الوزارة. لكن يا سيدي نريد أن نوضح شيء معين. القوة الثالثة عندما جاءت في 2014 فعلا أفرجت على الناس، وكان الفرج، وكانت الناس متضايقة، وخاصة من التأم على ثورة فبراير، لأن في ذلك الوقت الذي تم الادعاء بأن الحرب قبلية كانت فيها قادمون، ولكن كان الحصار والتضييق على من يفتح فمه مع يناصر فبراير. فعلا لما عندما أتت فعلا كان الفرج، وكان الاتساع، وكان الخروج والدخول، وكان فيها الحرب. لكن بعد 4 شهور أو 5 تم الارتخاء. سردية ابناء الجنوب السيد محمد يعرفها أكثر مني، وهو ابن الجنوب عايش فيه، والسيد جمال يعرف ابناء الجنوب وعارش عايش فيهم. يا أخي أنت لما جيت أنت حاكم مطلق، أنت لما جيت على أساس أن القوة الثالثة كلفت بحماية الجنوب. أي شخص آخر، أي قوة أخرى حتى لو كانت تتبع الثوار أو كتائب ثوار، ليس لها أي علاقة البتة في حماية الجنوب. هذه واحدة. الناحية الثانية يا سيدي، لابد أن يعرف الأخوين الكريمين أن ليس هناك في ليبيا الآن مدينة كاملة
تتحمل مسؤولية الثورة والتغيير إلا مدينتين، ولن أذكر المدينة الأخرى بالكامل، أقصد بالعموم، ولكن أذكر مصراتة التي هي الآن أصبحت كل الأنظار موجهة لها. إذا من يريد أن ينتقم من 13 فبراير كمدينة فدائما يضع أصابعه تجاه مصراتة، باقي المدن خليط فيها من الثوار فيها من غيرها. الجنوب من فيه يا سيدي؟ لما عندما نتحدث ونقول سلبية ابن الجنوب، الجنوب لعلمك فيه كتائب لغير الليبيين، مش واحد ليبي ما عنده رقم وطني، واحد ليبي له سنوات ما زال مكمل جنسيته والغير، لغير الليبيين. الجنوب في كتائب جنجوي، الجنوب في كتائب العدل المساواة، الجنوب في كتائب معارضة شادية، الجنوب في كتائب لغير الليبيين يا سيدي، الجنوب في كتائب حتى لغير الآسيوية والأفريقية والعربية، ناهيك عن المخابرات التي تذهب وتجيب. نحن طالبنا من السيد جمال من البداية، قلنا له ليس لك علاقة بسيد الجنوب، افعل ما شئت فأنت حاكم مطلق، ولم نطلب منه في يوم من الأيام قتال أحد، ولم نطلب منه يعني اشتكاك أحد، لكن يجب أن يكون هو القوة الضاربة التي تردع كل منحرف وتضع كل واحد في مكانه بدون ظلم وبالعدل. لو كان هذا الكلام صادق ما وصلنا، لكن كل يوم نسلم مكان وبعدين نبكي لأن هذا المكان الذي سلمناه جاء من الأذى. لا، سيد بن نايل لم يدخل القاعدة قاعدة براك الشرطي بقوة، لكن سلم كلاه تسليم، تسليم واستلام بأوراق. نعم سيد. طيب سيد قليوان، هل بالفعل تتوقف سيطرة عملية الكرامة على المنطقة الجنوبية من خلال السيطرة على قاعدة تمنهنت الجوية؟ طبيعي. نحن نقول لك ربما تصحيح أو تعديل في بعض ما قال سيد صلابي. القاعدة طبعا أنت عارف كل الطيران العسكري الذي بيع للقذافي هو طيران وقودة بسيط جدا، يعني يجب أن تنزل في قاعدة ومن قاعدة إلى قاعدة حتى تتزود بالوقود. قاعدة تمنهنت لو تم التزويد بالوقود يستطيع أن يضرب قاعدة الجفرة ويرجع عادي، ولكن إذا كان هو ومن قاعدة الجفرة يستطيع أن يضرب إلى مصراتة، وهذا نقصد أهمية هذه القاعدة، يعني هذا المطار أهميته من هالموضوع. لكن هو إذا ربيس حاجة سيد حسن، الآن إذا افترضنا أن هذا الجيش هو الجيش الليبي الذي يقول السيد بن نايل وسيد حفتر أنه هذا الجيش الليبي، ما دم شركة النهزج اللي هي موجودة في سبا وهي قديمة من قبل من أيام الثورة، ممكن حتى من آخر البيت يعني عهد القذافي، هذه الشركة تم حقها عن طريق الجيش، جيش حفتر الآن جيش بن نايل تم حقها بالكامل، هي شركة تمول منطقة سبا بالتموين وفيها مجمدات موجودة داخل المزرعة، هي تم حقها بالكامل لأن السبب بسيط جدا، لأن صاحبها مصراتي وهم من قتلوا القذافي. إذا أنا أربط ما الكرامة بالقذافي وأربط بالنظام السابق، أنا لا أعرف في الجنوب شيء واحد، أعرف أن هناك أزام من القذافة، هناك أزام من المجارة، هناك أزام من السمان، هناك أزام من كل قبائل الجنوب في أزام. إذا أردنا أن نحارب أو نريد أن نساعد القوة التائدة، كيف ستساعد القوة التائدة بالدوار؟ الدوار لا يستطيعون، بعض من الدوار لا يستطيع أن يحارب معك بالناحية، لأنه يقول لك أنا والله إنسان في مجارحة، هذه مجارحة، أقارب المجارحة. فهناك مشكلة قبلية الآن موجودة في الجنوب، لا تستطيع القوة التائدة التحرك بسلاسة ولا تستطيع التحرك لبسط الأمن بالكامل. الجنوب يا سيدي 3000 عسكري لا تكفي للجنوب، أنت تتكلم على حدود من غات حتى الجفرة. إذا الموضوع نحن كان عندنا أمل، أنا أتكلم، أنا كنت في القوة الثالثة وأنا مستقيل، ولكن أتكلم على إذا أردت أن تحمي الجنوب يجب أن يكون هناك مصالحة قبل أن تحمي الجنوب، لأن نحن نريد دوار الجنوب، شباب الجنوب، ضباط الجنوب، جنود الجنوب أن ينضموا في لواء شامل. نحن على تم الاستعداد لأن نستقل معهم ونقدم لهم الدعم، ولكن لا حياة لمن تنادي. طيب إذا دعني في هذه المسألة أعود للسيد رقيق. سيد رقيق، يعني هل يمكن القول أن القوة الثالثة أو أي قوة أخرى كما أشرت أنت باعتبارك كحاكم عسكري لحماية المنطقة الجنوبية
يمكن أن تتأثر أو يتأثر دورها من خلال القبائل الموجودة، يعني ربما تشكل حجر عثرة في أي تحرك أو أي عملية لأجل الحفاظ أو حماية المنطقة الجنوبية؟ هل يمكن القول بذلك؟ لا، أنا مش معك في الموضوع، بس نقول معك صادق. عندما جاءت القوى الثالثة كلنا شعرنا بينها هناك أسد سوف يلتهم الجميع عندما يلتهم أي شخص لم ينضبط. لكن القوى الثالثة وآمنها هو اللي وضع نفسه في مواضع القبائل. ما لك علاقة بالقبائل يا سيدي؟ كان يفترض ينسي معسكرك ما لكش علاقة بالقبائل، عنده حق بغض النظر عن قبيلته. هذا هم الله الثانيين، أجسام الله ثوار، كرامة والله غيره. كان يفترض أنك أنت بقيت في معسكراتك ولا تشتري أحد، عندك حق تأخذ، أنت آمن عسكري، أنت مسؤول، أنت شرطي، أنت قاضي، عندك حق تأخذ أي من أي شخص، ما عندكش حق تلتزم، تغلط تعاقب بغض النظر. لكن نحن طيبين، قيادة يعني قيادة القوة الثالثة هي اللي جعلتها في وحل لا تستطيع أن تخلص منها. بي أنت يا أخي ما جاي في قبيلة ولا جاي مثلا بتصالح بالناس، أنت جاي بتفرض أمن معين لكل الناس، واللي بيفرض الأمن مفيش يا أخي، ليس هناك جراحة بدون دم، لابد أن يتألم الآخر لمصلحته ولكم بالقصاص في حياتنا الباب لعلكم تتقون. يا أخي ما في إنسان إن لم يتألم لا يمكن يطيب جرحه، أو لا يريدون الألم. إذا كان تم عليهم الألم من الأول كمنطقة الجيوب كامل، وكان الجيوب اليوم مش من يعني منتهك عرضها من الشمال للجنوب للغرب للشرق. طيب سيد الصلابي، مقابل تحرك قوات الكرامة، الطيران الحربي الموالي لحكومة الوفاق الوطني قصف قاعدة براك الشاطئ الجوية، كيف تقرأ هذا التبادل في القصف بين الجانبين؟ طبعا بالنسبة للطيران التابع لحكومة الوفاق، هذا يعني واجبه عليه أن يقوم بردع هؤلاء المارقين، هؤلاء المتمردين. يعني هناك قوة جاءت بدون يعني احتلت مطار أو قاعدة جوية، قوة غير شرعية، طائرات انطلقت من الحقول والمواني النفطية، طبعا انتهكت سيادة المؤسسة الوطنية النفط وما تعهدت إليه بأنها لا تستعمل موانيها وحقولها في الأعمال العسكرية، ولكن ضرب بهذا الكلام عرض الحائط. هم وصلوا إلى براك الشاطئ عن طريق الحقول، عن طريق المطارات الموجودة في الحقول يتزودوا بها في الوقود. وأقول للسيد غليوان أنهم يعني لا فرق بين مطار براك أو تمنهنت، كيف وصلوا إلى مطار براك إذا لم يعني يستعملوا مطار تمنهنت؟ يعني فهم وصلوا عن طريق مطارات الحقول والمواني النفطية واستعملوها كقواعد عسكرية للتزود بالوقود. ولذلك فالحكومة الوفاق وزارة الدفاع هذا من واجبها حماية المدنيين وحماية القوات التابعة لها الموجودة بكل الوسائل. إذا كانت لديك قوة فعليك أن ترد على هذه يعني الاستفزازات وهذه الاعتداءات وهذا الخروج العدواني يعني من قبل قوة خارجة عن القانون، قوة لا تتبع الشرعية، لا قوة يعني هدفها ليس كما يقولون محاربة الإرهاب أو تحرير المناطق المحتلة، يعني تحرير قاعدة تمنهنت، من الذي يتمركز؟ طيب سنأتي ذلك سيد الصلابي، ولكن مسألة القصف الجوي المتبادل إلى أي مدى سيؤثر في ما يحدث الآن في المنطقة الجنوبية؟ هل يمكن هنا أن يخلق نوع من يعني لربما وقف الامتداد لعملية الكرامة أو العكس؟ بالتأكيد طبعا هذا الرد يعني السريع الذي قامت به قوات السلاح الجوي التابعة للجيش الليبي الحقيقي
يعني فعلا يوقف هذه التجاوزات وهذه الاعتداءات السافرة من قبل طيران الكرامة، بأنه يعني من تلك ألا يكفيه أنه استخدم الحقول والمواني النفطية في القصف، هو يعني تعدوا أيضا على المدنيين اليوم في منطقة تمنهند، حيث طاروا على ارتفاع يعني كما قال السيد الرقيق، طاروا على ارتفاع منخفض في 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 منطقة تمنهند، وأزعجوا وأرهبوا السكان والأطفال، خرجوا من مدارسهم. يعني هل هذا عمل بطولي؟ هل هذا عمل وطني؟ هذا يعني من واجب الحكومة أن تحمي مواطنيها، ليس ردا على فقط على العدوان، وإنما يجب أن يوقفوهم عند حدهم، وأيضا يتخذوا موقف ضد الدول التي أرسلت الأسلحة والطائرات إلى قاعدة براك الشاطي منذ أيام، وهم يحشدون وهم يدعمونهم بالسلاح. يعني هذه المواقف المتضاربة من قبل هذه الدول التي تعلن بأنها مع حكومة الوفاق وهي تدعم المتمردين، يعني هذا يعني وقاحة يعني سياسية واضحة يعني من هذه الدول. يعني الحكومة يجب عليها أن تحمي مواطنيها، ويجب أن تحمي القوات التي تتبعها، ولا أن يعني منذ مدة كان عليهم أن يدعموا القوة الثالثة بالسلاح، وأيضا يقوموا بتأمين هذه المناطق وبإعادة قاعدة براك إلى سلطة الدولة، لأن يتركوها تحت عصابة يعني مجرمة كان أغلبها من فلول كتائب القذافي، تعيد في الأرض فسادا وتقتل وتقصف. الآن يعني قصفهم اليوم لمطار تمنهند، هذا المطار يستعمل لنقل الركاب من المناطق الجنوبية إلى الشمال وغيرها. يعني ما الهدف الأول هو القوة الثالثة، ولكن القوة الثالثة يعني ليست يعني داخل المطار نفسه، هي في نقاط ممكن حول المطار أو خارجه. فلذلك كل هذه ادعاءات باطلة، وهذا عدوان سافر يجب مقاومته بكل قوة. طيب سيد رقيق، إذن هل من رابط بين اتفاق المصالحة الموقع في روما والداعي لتهدئة شاملة في الجنوب والذي كان برعاية المجلس الرئاسي والتحرك الأخير لقوات بن نايل؟ لا ليس له علاقة، هذا ليس له علاقة نهائيا، لأن الموضوع هذا من زمان، التحركات الذي أسأل الألعاب المجموعة الأخرى هو تسليم القاعدة، هو الذي جعلهم أكثر جرأة على أخذ أو السيطرة على المنطقة أخرى في الجنوب. لكن سيدي لابد أن نوضح شيء معين، وهو نحن في الجنوب ليس لنا إلا الله عز وجل، ثم ما يأتينا من غذاء وماء وأكل وإعاشة ومحروقات من طرابلس ومصرات، نحن لا نكذب على أنفسنا. نحن اليوم وقفت الطريق، إذا استمر الحال وقفت الطريق التي توصل إلى مصراتة وتوصل إلى طرابلس، إذا استمر الحال على الحال بعد أسبوع سوف يجوع الجنوب بالكامل. فنحن ليس يجب حتى الناس التي تطبل وتحاول تسبق أن تجعل البلد في الجنوب في حيرة من أمره أو في حرب، يجب أن يتعقلوا وينظروا لمصلحة البلاد، ونحن في سبيل مصلحة البلاد يجب أن نتحمل ونتناسى كثير من الأمور هذه. لكن كان الأجدى لمن يتطاول على الحرب ومن يريد أن يستعرض عضلاته، كان الأجدى له من الطرفين، كان الأجدى له أن يحاول أن يرى نفسه على الحدود الليبية النيجيرية والتشادية ويرى العجب العجاب، وكان الأجدى له أن يحرر تلك المنطقة التي يدخلها آلاف بل مئات الآلاف من الهجرة غير الشرعية يوميا، وما أدرات الهجرة الشرعية، المخابرات والاستخبارات و مواضيع كثير من الناس الذين يريدون ردنا الى الخلف. نعم. طيب يعني فقط في مساله التعقل هنا، يعني هل يمكن القول ان كل او معظم حكماء واعيان المنطقه الجنوبيه يعني يتجهون نحو منع وايقاف هذا القتال والوقوف مع الشرعية التي أنت أشرت إليها سابقا، وهي المجلس الرئاسي أو حكومة الوفاق الوطني؟ لا فيه لا بد أن تفهم حارتك والمشاهدين الكرام والضيوف الكرام، هنا في انقسام بين اثنين في الجنوب،
مجموعة حكماء والشورى لا يريدون حرب، يريدون التهدية، يريدون هنا البلاد، ليس منحازين لأي طرف، يحترمون ويعترفون بالحكومة التي احترفت بها هيئة الأمم، ويحترمون مجلس النواب ومجلس الدولة إذا التزموا باختصاصاتهم التي أعطيت لهم من الاتفاق السياسي الذي تم، هو الاتفاق السياسي هو الذي أحيا مجلس الدولة ومجلس النواب. هذه من ناحية. هناك طرف آخر ينحاز انحياز كامل للجيش الليبي الموجود في المنطقة الشرقية، يجب يكون مفهوم، وللأسف الشديد أن هذا الطرف أكثر من نحن بطريقة أو أخرى، وبالدليل أن هناك بعض الأبناء وبعض الشباب انخرطوا للطرف الآخر. يجب يكون واضح الأمور بهذا الشكل. لابد أن نعرف جيدا أنها بالنسبة لمنطقة الجنوب ومنطقة بنغازي بالذات، منطقة الشرقية لم تحرر بالتحرير الكامل الذي تحررت به منطقة طرابلس أو منطقة نصراتة أو المناطق الأخرى اللي الآن السيطرة عليها واضحة والتغيير عليها واضح. نعم. طيب سيد قليوان، إذن من المستفيد من هذا الوضع غير المستقر في الجنوب برأيك؟ أنا باعتقادي إذا أراد أهل الجنوب أن تكون هناك راحة وأمان، أنا أعتقد أن المصالحة هي من ستفعل القضاء، وهي سوف تفعل النيابة، هي سوف تفعل الشرطة. إذا كان الجنوب تصالحوا أعتقد أن القوة الثالثة ستنجح في الجنوب، وإذا لم يتصالحوا لن تنجح. وأنا أحمل المسؤولية لمشايخ النجارحة فيما يتصرف به السيد بن لاهي والإعادات التي تأتيه من حفتر. وأعتقد أن الدرس إذا لم تستفيد الجنوب من درس بنغازي، شباب يقتلون في الشوارع بدون حكم أو محاكمة، أعتقد أن هذا الوضع سيصبح في الجنوب قريبا إذا دخل حفتر إلى الجنوب. نحن لا زلنا القوة الثالثة نعامل ونحترم أهلنا في الجنوب ونحب أهلنا في الجنوب، ونعرف إذا كأن الحرب الخاسر فيها والرابح فيها والخاسر. وأعتقد أن أهل الجنوب يعرفون أن القوة الثالثة لم تعتدي على أي شخص في الجنوب. ربما هذا أسلوب الشيخ حسن ربما يرى هو خطأ، ولكن أنا عندما أرى لا توجد شرطة، لا توجد نيابة، لا توجد قضاء، أعتقد أنه صعب أن كلمة تكون شرطي وتكون حرس بلدي وتكون يعني كثير على القوة الثالثة بدون دعم من الحكومات. وأعتقد أن كل شباب القوة الثالثة الذين ماتوا في الطريق وماتوا في حرب مع الدواش في طريق اليود، هؤلاء يضحوا كثيرا. يجب أن يساعدنا الجنوب بأن يتحالف وأن يكون هناك صلح شامل، صلح ليبي. أعتقد داخل الجنوب، أنا أعتقد أن كل من يخرج خارج ليبيا لأجل أن يعبد صفقة صلح، أعتقد أنها فاشلة، لأن من يصالحك هو شارك وليس الغريب عن الجن. طيب إذن يعني القوة الثالثة يعني وما تعانيها لربما من عدم وجود دعم لها في هذه المرحلة، كيف ترى يعني قدرتها فيما يتعلق بهذه الاشتباكات الأخيرة سيد قليوان؟ سيدي أنا لا أتكلم، حتى ربما الكثير يفهمها خطأ، أنا لا أتكلم على الدعم المادي، هو الدعم المادي غير موجود في القوة الثالثة، والدليل أن شباب القوة الثالثة لم يتقاضوا مرتباتهم ولم يعالجوا في دول خارج ليبيا، البعض منهم يعالج في مراكز العلاج الطبيعي في نصراتة. أعتقد أنا أتكلم على شيء وهو الدعم المعنوي يا سيدي، عندما يتم الاعتداء على شبابنا في مقر دمنهم لم تخرج ولا خارجية ولا دولة ولا حكومة ولا مؤتمر ولا مجلس أعلى للدولة ويستنكر هذا التصرف، أعتقد أنها جريمة في حد ذاتها. يعني لا يستطيع أي شاب في القوة الثالثة أن يبقى يحرس بوابة وهو غير معروف عند الدولة. ليس موضوع ما الدعم، يعني يستطيع يتكلم عن الدعم المادي، أنت حتى المعنوي لم تعطيني إياه. أنا استطعت من القوة الثالثة يسرب واحد، أنا لم أجد حكومة تعترض القوة الثالثة أصلا. طيب سيد الصلابي، هل يندرج التحرك العسكري الأخير لقوات الكرامة في إطار ما أسماه الناطق باسم قواتهم المسماري بما أسماه بعملية تحرير قاعدة إتمنهنت، هل هي فقط عملية تحرير أم هو تمدد وتوسع في المنطقة الجنوبية؟ لا طبعا هم هدفهم أكبر من ذلك جدا، يعني ليس فقط تحرير هذه كما يزعمون تحرير تمنهنت
ولكنهم لا يستطيعون. هم يستغلون هذه للدعاية الإعلامية وللترويج، لأن عندهم قوة ضخمة وقوة تستطيع السيطرة على ليبيا ولإيهام العالم وإيهام الليبيين أنهم يعني موجودون بقوة، وأنهم هم من يحق لهم أن يسيطروا ويحكموا ليبيا. وإذا تم حوار أو تفاوض يعني هم عندهم يعني دافع كبير، وعندهم يعني مكسب سياسي ربما يحققون به مطالب لم تستجاب لهم في السابق يعني. فالعملية هذه يعني من مدة طويلة، مثل ما يفعلون الآن في المنطقة الغربية، وأنهم يوميا من حين إلى آخر يهددون باقتحام طرابلس وتحريرها. كل هذه دعايات إعلامية وترويج كاذب لأنفسهم، لأنهم يعني لا يسيطرون في الواقع إلا على المناطق التي تدين لهم في المنطقة الشرقية ويعني جزء من بنغازي. أما ومنذ يعني ما يقارب 3 سنوات وهم يقاومون مجموعة من الشباب من شورى بنغازي، وإلى الآن لم يستطيعوا السيطرة بالكامل عليها ولا طيب، ولكن يعني أنت الآن تتحدث عن أن المسألة هي مسألة ترويج سواء كان في المنطقة الغربية أو غيرها، ولكن الآن نشهد اشتباكات في المنطقة الجوية وقصف جوي، وإن كان هناك قصف أيضا متبادل من قبل يعني القوات التابعة لحكومة الوفاق، ولكن هل هذا لا يمثل تهديد سواء كان للقوة الثالثة أو حتى للمناطق المتواجدة في المنطقة الجنوبية؟ هو القوة الثالثة ليست يعني بكامل جاهزيتها، وليست يعني قوة عبارة عن تواجدها الآن في منطقة تمنهنت وغيرها لتأمين المنطقة من يعني تأمين بسيط، ليس لتأمينها ضد قوة كبيرة تأتي إليهم لتغزوهم. ويعلم جيدا أن الطرف الثاني ليست لديه قوة يعني تستطيع القيام بأي أعمال يعني محسوبة يعني. لذلك فإذا وصل الدعم للقوة الثالثة فإنها في خلال ساعات ستقضي على هذه القوة وتفر هذه القوات مدعورة، كما حدثت يعني ليست لأول مرة هذه يعني، ومعروف لم يحدث جديدا عندهم إلا ممكن دعمهم بالسلاح من الدول التي تدعمهم. هذه هي المشكلة الوحيدة. وأنا أضم صوتي إلى صوت السيد غليوان في موقف المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع من هذه العملية، يعني إلى الآن لم يتخذوا أي إجراء ولم يستنكروا هذه العملية ويستنكروا أيضا الدعم الخارجي لهذه. طيب يعني في هذه النقطة سيد الصلابي كيف تفسر يعني ردة الفعل هذه التي أنت أشرت إليها، في ظل أنه قبل عدة أيام خرج هناك بيان يتحدث عن لعدة قوى موجودة بالمنطقة الجنوبية تتحدث عن أنها تنتمي لحكومة الوفاق الوطني، ويعني لا تريد أن يكون هناك أي صراع بالمنطقة الجنوبية، كيف إذن ترى وتفسر ردة الفعل من قبل حكومة الوفاق الوطني أو حتى المجلس الرئاسي بشكل كامل؟ نعم، كل القوى الموجودة والثوار والحكماء وغيرهم لا يريدون حربا في الجنوب، يريدون الجنوب أن يكون مؤمنا وآمنا ومستقرا، لا توجد به صراعات ولا سفك دماء. ولكن الطرف الثاني الطرف المعتدي الآن لا مجال يعني لإيقافه إلا بالقوة. هم لا يريدون التحاور، لا يسمعون أصوات العقل، لا يريدون احترام لأهلهم في الجنوب يعني، ولا يريدون الاستقرار، يريدون تجويع المنطقة كما قال السيد الرقيق. يعني إذا استمرت الحرب فإن ستقطع الإمدادات عن المنطقة الجنوبية، يعني لا وقود ولا غذاء يصلهم، لأن يعتمدون اعتمادا كاملا كما قال عن الشمال الليبي، عن المواني الموجودة في الشمال اللي توصل إليهم الأغذية والوقود وغيرها.
فإذا يعني هدف هذه العملية هي تحقيق يعني التضييق على الناس وقطع الإمدادات عنهم. يعني هل هذا هو جيش وطني يخدم القضية ويخدم الشعب؟ إذا الناس الآن متضايقون ويريدون يعني فعلا اتخاذ إجراء من المجلس الرئاسي على الأقل استنكار هذا العمل واستنكار من يدعمه. طيب وضحت الصورة سيد الصلابي. يعني دعني أذهب للسيد رقيق. سيد رقيق، إذن ما هو دوركم القادم كمجلس للحكماء للدفع نحو وقف التوتر وإيجاد حل بين الطرفين؟ نستمر على التهدئة، نستمر على نزفة الحرب. نحن لا نريد أن نقاتل بعضنا البعض، لا بد أن يعرف الجميع، تعرف حضرتك وضيوفك الكرام، أن الجنوب مقسوم على اثنين، مجموعة تؤيد، ما حد شكر ينكر أن ما يسمى بالكرامة عندهم أنصار في الجنوب، عندهم أنصار كثر، ليس في ذلك شيء، هذا واضح للأعيان. وكذلك حكومة الوفاق عندها أنصار يزيدون أو يقلون عن أنصار الكرام، هذا شيء آخر، هذا معروف. لكن عندما تنشب الحرب بين هذين الطرفين سوف نتقاتل نحن وجها لوجه، وهذا ما نريده. يعني من العيب جدا نحن أخوة وأبناء وطن واحد وأبناء في قبيلة واحدة من جسمين على اثنين، من العيب جدا نتقاتل، من العيب جدا ندمر بلدنا، من العيب جدا أن نحن يعني نصل إلى درجة يعني هؤلاء الناس الذين يا أخي أنا مازال أعيد، إذا لم تهدأ المنطقة الجنوبية سوف يكون الحراك في داخل الشمال، سوف ينتقل هذا الحراك في داخل الشمال، بعد فترة سوف يكون مصرات ترحب بكم. إذا لم ينتهي الحراك في يعني بطريقة معينة بسلم وبتعايش سلمي بغيره. أما التعويل على القبائل والتعويل على غير الشؤون الاجتماعية، قبل بيعت رسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم هي التي وقفت ضده. أي قبيلة هذه؟ فأمر القبيلة ما تبني دولة. بالعكس، إحنا كل من مر علينا في هذه في الجنوب كان يعلم، وتم تزويد المديرية الأمن بالمحارفين من أول شخص سيد بخمادة جل آخر شخص سيد جمال، يعلمون جيدا منهم المحارفين، يعلمون جيدا منهم الذين يشكلون رأس الحربة في الأخطاء في الجرائم في غيرها، يزودون بالمديرية الأمن، ومديرية الأمن تعلم كل شهر دواد، لكن لا حول الله ولا قوة في قبض عليهم أو إيداعهم في السجن. لكن من يتعامل مع هؤلاء المنحرفين؟ يا أخي اليوم أنت تتغاضى عنا، بكرة حيوصل فيك. هذا منحرف، هذا مرتزق، اللي يعطيه فلوس يمشي معاه. اليوم أنا استغربت، أمس كنت في رحلة استغربت في بعض يعني في ناس كانت في الطرف الآخر، أمس لقيتهم في الطرف من السيد محمد بن نايف، هذه ناس تبحث عن من يعطيها بغض النظر، وبكرة يلقوا واحد آخر يسيبوا السيد محمد بن نايل يمشي لحد آخر. طيب سيد قليوان، كيف تتوقع أن تتعامل الأجسام السياسية مع ما يجري من تصعيد؟ أنا لن أخاطب الجهات السياسية الآن، ولكن أنا أريد أن أخاطب أهل الغرب بالكامل. أنا باعتقادي أن مصراتة وبنيت والخمس ومسلاتة والجربولي وكل المناطق الغربية إذا لم يقفوا مع القوة الثالثة ومع الجنوب، أعتقد أن هناك سيحدث تغييرات خطيرة. يعني عندما يأتي حفتر وبعض من المرتزقة إلى الجنوب، أعتقد أن سيصبح سيزحف إلى الغرب، وهذا ليس مسؤول عليه القوة الثالثة. القوة الثالثة قامت بدورها بالكامل، وأعتقد بدون دعم لا من الحكومة ولا من الشعب، أعتقد أنها غير قادرة على استكمال هذه الرحلة. وهم صامدون موجودون في قاعدة تمنهن يدافعون ليس على كأشخاص، ويدافعون على وطن. إذا في شخص بيساعد القوة الثالثة فلينضم إليها. أعتقد أن هناك مشكلة الآن في تمنهن وفي الجنوب بالكامل، كما قال الشيخ حسن، انقسم الجنوب إلى قسمين. يعني من يؤيد الكرامة ربما يؤيد الكرامة من أجل المال، لا يوجد دعم في الجنوب، حتى الأدوية ليست موجودة في الجنوب، ولكن ربما تأتي بعض المهن بطائرات من حفتر حتى قادة البرك، وأعتقد أن يتم توزيع بعض المبالغ لبعض من المجندين حتى يقول لهم تحرير حرروا دمن هند ونعطيكم 1000 دينار. يعني أصبحت القصة واضحة. يعني أهل أخوتنا في المجال إذا كان عندهم أولاد يبعدهم عن هذا الشر. يعني نحن نريد الجنوب آمنة، نحن لسنا مشكلة. هو الثالثة إذا استطاع
على الجنوب من توحيد تطهم وانتاج قوة عسكرية بأرقام عسكرية وجيش هو ولأهل الوطن نحن سنسلم لهم. هذا كلام أنا أقول لك ليه معرفتي معقول تبدي أعرف كما رتيت هو أن تفكر القوة الثالثة. إذا كان هناك جيش منظم وجيش ولأهل الوطن أنا أعتقد أن أقول تبدي تسلم له، ولكن ما الموجود الآن هو جيش كرامة يعني أنت شفت البنغازي والكل يعرف البنغازي ماذا حدث. نحن لا نريد أن نسلم الجنوب إلى قطاعين طرق. طيب سيد صلابي، إذن ما الذي يجدر بحكومة الوفاق الوطني فعله بالوزاة مع التحرك الميداني لوقف العنف في الجنوب؟ أولا عليها أن تتخذ كافة الإجراءات الآن لمنع يعني هذه الحرب وهذه الفتنة الكبرى، وذلك بدعم القوة الثالثة للقضاء على العصابات هذه التي تثير المشاكل، وعصابات بالنائر وعصابات الكرامة الموجودة في الجنوب الآن هي ليست قوة وطنية، هي عبارة عن فلول لكتائب القذافي. أيضا هناك يعني إجراءات أخرى تتخذها، يعني يجب أن تعلن وحقيقة ما هذه الأكاذيب التي يدعونها تدعيها جهات الكرامة وغيرها بأن هناك طائرة قطرية تهبط في منطقة الجفرة. هذه أكذوبة لا يصدقها عاقل، يعني كيف تمر، هل هذه تهبط من الفضاء يعني لتنزل في قاعدة الجفرة محملة بالسلاح؟ يعني هذه الطائرة من قطر تعبر الأجواء السعودية وتعبر البحر الأحمر والأجواء المصرية وأيضا الأجواء التي تسيطر عليها قوات الكرامة، فكيف تصل؟ هل هذه حقيقة؟ هل هذه معقولة ليصدقها عاقل؟ يعني فهذه يجب أن تبينها المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع وتستنكر هذه الادعاءات الباطلة وهذه الأكاذيب. هم يغطون على الطائرات التي تصل إليهم من جميع الدول، من روسيا البيضاء ومن روسيا الاتحادية ومن الإمارات ومن مصر، تصل إلى كافة القواعد سواء في الشرق الليبي أو في الزنتان أو في البراك الآن، وتوصل الدعم العسكري لتزيد من فتيل الحرب وتشعل النار وسفك الدماء الليبيين. هذه الدول مسؤولة عن هذه الجرائم التي تحدث الآن، على المجلس الرئاسي أن يعني يتخذ موقف تجاه هذه الدول وأن يمنحها من مواصلة دعمها للقوة التي تريد الحرب ولا تريد الصلح والتوافق. طيب سيد رقيق، إذن ما مصير اتفاقات المصالحة في الجنوب حيال حالة الاستقطاب السياسي والأمني في المنطقة؟ سيد رقيق إذا كنت في الاستماع. سيد رقيق، كنت قد سألتك عن مصير اتفاقات المصالحة في الجنوب حيال حالة الاستقطاب السياسي والأمني في المنطقة إذا كنت في الاستماع. طيب إذن أنقل هذا التساؤل إلى السيد غليوان. في إطار كل هذه المصالحات التي تحدث ويعني كيف ترى مصير هذه الاتفاقيات، اتفاقيات المصالحة في الجنوب حيال الوضع الحالي من الاستقطاب السياسي والأمني في المنطقة سيد غليوان؟ سيد غليوان، طيب إذن أعود وبعجالة إليك سيد الصلابي. يعني هذه المصالحات التي يعني حدثت كم من مرة لأجل الحفاظ على وحدة وحماية المنطقة الجنوبية من هكذا صراعات واشتباكات كما تحدث اليوم، كيف ترى مصيرها في أقل من دقيقة سيد صلابي؟ بالتأكيد هذه المصالحات ستنهار، وعندما تسفك الدماء بين أبناء الجنوب ويعني وكما ذكر السيد الرقيق أن الجنوب يعني هناك مؤيدون لعملية الكرامة وهناك مؤيدين لحكومة الوفاق وهناك لا زالوا يؤيدون النظام السابق وهناك إذن عندما تنتشر بينهم هذه المعارك وهذه الحرب جميع هذه المصالحات ربما تنتهي وتفشل في تحقيق الوفاق بين مواطنيها وتحقيق الأمن والأمان. إذن يجب على القوة الفاعلة في الجنوب أن تقف يدا واحدة ضد هذه التجاوزات من قبل
بالنايل وغيره ومن قبل هذه العصابات التي تريد زعزعة الأمن والاستقرار والمصالحة والوفاق في الجنوب وأيضا تضيق على أهل الجنوب. شكرا جزيلا، وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج العاشرة. نشكر ضيوفنا عبر الهاتف من سبا ناطق باسم مجلس حكماء سبا حسن رقيق، وعبر الأقمار الاصطناعية من وساطة الخبير العسكري نوري الصلابي، عبر الهاتف من وساطة الإعلام محمد قليوان. فأشكركم على كرم المتابعة في أمان الله.